حميري. عاد الراشدي مرة أخرى في الخمسمائة متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، عاد الراشدي يقدم لنا هملولة. علي بن مبارك بن علي الراشدي على الصدارة على المركز الأول، يسير في المقدمة الأولى مع المركز الأول. سلامي عليك يا الراشدي، سلامي عليك يا الراشدي. هنا يقدم لنا هذا الاسم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، مع الصدارة الأولى، مع المقدمة الأولى. أهالي أم غافة، أهالي أم غافة هناك يأتون بالسلام من خلال هذا الأداء. مشكور يا أحمد بن حامد اليحافي من قدم أيضا هملولة. علي بن مبارك بن علي الراشدي المركز الثاني، دانات سعيد بن يابر بن عبد الله المركز الثالث، مصيحة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري بينونة رابعا. حربة من شنة الغارة، راشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري يبي السلام، يبي السلام في هذا الصباح. ولكن المركز الثاني التماس، القادم المسند الواصل والمنطلق مشاهدي الكرام، لينا 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 أهل الخور قادمين بكل قوة. الناموس وين؟ بوشهاب المري. هنا ناصر المسند يقدم المركز الرابع. أشوف شيء يا أخوان القادمة في هذه اللحظات، همس سالم بن سعيد بن منانة، ولكن أهل الخور صبح عليهم بالخير الأنيق. من يقدم لنا هذا الشعاري والانطلاق؟ تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله المسند. سلام لينا، سلام سلام المسند، سلام سلام ومشكور يا الزعبي، واسعد الله صباحك. تهانينا والناموس لها الميدان التحدي، ميدان الشحانية، على هذا الفوز والإبداع. المركز الخامس ياهي معركة ما بين القعدان، ولكن بضبيعة بن مرخان، بضبيعة وبن مرخان على الأول والثاني. بضبيعة مع وجود المختبر يتقدم سعيد بن عبيد بضبيعة الكتبي، وبن مرخان مع الذيب محمد بن سلطان. بن مرخان ياتي بمحاولاته لانتصاره في أول أشواط القعدان الثنايا المحليات الأصائل. الشوط الأول، الشوط الأول بضبيعة بن مرخان، بضبيعة بن مرخان. المعركة طاحنة ثنائية ما بين الشعارين، ما بين الشعارين. بن مرخان الذيب، الذيب الذيب المختبر، الذيب المختبر، الذيب المختبر. ياهي معركة، ياهو شوط. الذيب على المركز الأول، الذيب على الصدارة. محمد بن سلطان بن مرخان بالضبيعة ياتي أيضا على الناس على نفس المستوى. سعيد بن محمد الكتبي والقادم من الواصل، وصل مرزام، مرزام لسهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري آخر الأمتار. المعركة نار ما بين الشعارات، ما بين الأسماء الكبيرة. وين وين يا المريخي، وين يا العامري، وين الناموس؟ الانتصار مع مرزام، مرزام 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 راح بالفوز، راح بالانتصار، راح بالانتصار. الله يا سهيل، يا بن عبيد، يا بن محمد، يا بن عبيد، يا العامري، سلام وتحية واحترام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام، شباب خميس بن محمد والخميس بن ولا للخوانيج، لا للخوانيج. الكورة لا زالت مسيطرة، الكورة لا زالت مسيطرة على هدف الشوط، على ناموس هذا الشوط في هذه اللحظة. ما شاء الله، الكورة سيطرت، الكورة مسيطرة، الكورة مسيطرة. الريم تحاول، الريم تحاول في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، الرمق الأخير، لكن الكورة لم تستسلم، الكورة لم تستسلم، ذهبت مباشرة إلى الهدف، إلى الناموس، إلى الانتصار، إلى الشبكة، إلى الشبكة، هنا لتشبك الناموس. بتهانينا والناموس لسعيد بن عبيد الحميري، تهانينا يا أبو مطر على هذا الفوز والانتصار. الكورة ذهبت بناموس الشوط الخامس، تهانينا لأهالي دبي، أهالي الخوانيج على هذا الانتصار. الريم حلت المركز الثاني، حمد بن هملولة، هملولة
هنالك ايضا الوصول على ثاني التحديات مع انطلاقة الظبي، الظبي لسيد مبارك من خلفان بمطار الشامسي، شعار بن كنا القادم بهذا الاداء المميز لمن الناموس لمن الفوز والانتصار. ولكن حذاري حذاري من الاسماء القادمة، اوصلت الان وتقدمت هنالك الذيبة سعيد بن بطيب بن محمد المري، ولكن الصدارة مع العفاري، انطلق العفاري بناموس هذا الشوط حملولة، عبد الله بن سهيل بن محمد بن نصيب العفاري، والزعبي قادم، الزعبي والامتار الاخيرة، يا سلام لمن الناموس لمن الفوز والانتصار. الذيبة 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 غيرت في الامتار الاخيرة، سعيد بن بطيب بن محمد الزعبي المري، تهانينا والناموس. الصعب 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 يتقدم، الصعب يتقدم الصعب على الصدارة الأولى على بداية هذا الشوط. عبد الله بن سلطان الغفيلي هنا يتقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. كفيت ووفيت يا أبو سلطان، كفيت ووفيت يا أبو سلطان على هذا الحضور، تقديم نوعيات مميزة في عالم سباقات الهجن. سلام سلام، دانت الدنيا دبي سلام، تهانينا لك يا صعب وللجمهور الصعب ومحبين الصعب على هذا الأداء الذي تقدمه هجنة هنا من سن الصغار حتى هذا السن، تهانينا والناموس على هذا الفوز. هناك المركز الثاني، الوصول التقدم هنا من مرموق سعيد بن سلطان من مليل اكتبي، المركز الثاني. بربيع المحرمي قادم، ولكن كفو بن خويتم، وهناك معالج بن نهيان، الله الله، طارن القعدان طارن، طارن الثنايا طارن، وراعي اليمشى طار بالفوز وبالناموس بالانتصار الكبير. حمد بن هيان بن سالم العامري راعي اليمشى يعلن الحضور الكبير، الانطلاق الكبير لهذا الشعار الكبير. سلامي عليك يا راعي اليمشى، سلام سلام يا راعي الهير، سلام على هذا الفوز وعلى الناموس الكبير. معالج 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 خطف ناموس الشوط بشعار حمد بن هيان بن سالم العامري، مشكور يا راعي. تطير نحو الانتصار ونحو الفوز هنا مع ساري بن بلوش بن براك المزروعي. عادت الجموع، عادت الجموع لمبارك بن حمد بالعود العامري. اللحظات الأخيرة، اليازي 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 على المركز الأول، تهانينا والناموس لمالك اليازي ساري بن بلوش بن براك المزروعي. من انتزع ناموس هذا الشوط بكل قوة وجدارة، تهانينا لمالك اليازي ساري بن بلوش بن براك المزروعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني، الجموع المبارك بن حمد العود العامري. المركز الثالث كانت حركت ايضا قيادة محمد بن خليفة بالهول البهري. الله 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 على هذه الاسماء، على هذه الشعارات. الفوز يا اخوان وين؟ بن زيتون قادم، المجازف قادم، المجازف قادم مع غلا محمد بن عتيق بن زيتون، ولكن قيادة قيادة محمد بن خليفة بالهول المهري المهري مع الصدارة مع المركز الأول. الله يا قيادة، الله يا قيادة، سلام يا المهري، سلام سلام يا المهري، سلام. بن منانة قادم، ولكن تهانينا والناموس قيادة بالفعل محمد بن خليفة بالهول المهري المركز الثاني. مع
من يقدم لنا مشكور من دفع ولد السهران واللي واصل من الجانب الاخر اللي قود مياس شعار بالحب شعار بالحب وايضا عابر الهامري ولكن الدرعي ما شاء الله يا هذا الانطلاق يا هذا الدخول يا هذه النهايه اللي يقدمها مشكور محمد بن راشد بن حمد الدرعي ما شاء الله وتبارك الرحمن يا هذا الانطلاق يا هذا الابداع الكبير سلام الى المصانع الجنوبيه مشكور يا الدرعي مشكور مشكور يا الدرعي مشكور باسمي وباسم الجمهور على هذا الاداء الكبير والتحدي المثير والابداع المتميز المركز الثاني شعار بالحب راشد بن سالم الشامسي قادما بهذا الاداء وهنا ايضا يتحرك في هذه اللحظات شرشور عبد الله بن حمد بن سالم بن حضير بن كتبي ولكن راعق حير راعق حير ياتينا على الصداره ياتينا بهذا الاداء الله يا شاهين بدا يطير بدا يغلع باللحظات الحاسمه بالامتار المجنونه يا سلام الله 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 الله, 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 الله الله يا هذا الاداء الجميل سلام يا راعق حير سلام سلام على هذا الاداء سلام على هذا الاداء تهانينا والناموس الى مالك شاهين سيف بن حمد بن حميد راعق حير الدرعي على هذا الانتصار المركز الثاني تعود من جديد في هذه اللحظة في هذه المسيرة محمد بن حماد بن سالم الاكتبي ياهي من معركة ياهي من معركة الوثبة 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 سلام إلى الوقن سلام إلى الوقن سلام سلام وتحية واحترام لأبناء الرمل كافة لكن بالرشيد بالرشيد يعود بالرشيد قادم مع انطلاقة نهب خليفة بن سلطان بالرشيد ولكن الوثبة الوثبة يبدو أنها تنتزع ناموس الشوط وتهدي لسهيل بن رملي وأخوانه وإنجاله تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وأسعدت صباحا أهالي منطقة الوقن على هذا الفوز بينما في المركز الثاني عامري عابر بن خلفان الهاملي قادم على المركز الرابع والمركز الخامس بن عويضان ولكن عون الدرعي هناك انطلقت بالفوز وبالانتصار الى هل الرقيعات الى هل القوع ينطلقون ويندفعون يا ابو داود بالمركز الاول بانطلاقة عون علي بن سالم بن علي الدرعي لون ولون ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا الانطلاق الى ابناء الرقيعات الى هل القوع سلامي والله عليكم سلام سلامي عليك يا راعي عون سلام هناك علي بن سالم بن علي الدرعي بو داود بو داود انا اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا ان العمر فاني يا ما كتبنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الانسان يحصاني